الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات رقم 46 من كلية الحرب العليا، ورقم 52 من كلية الدفاع الوطني، ورقم 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، والدورات رقم 72 أركان حرب عام، والدورتين رقمي 44 و45 أركان حرب تخصصية، والتي تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي. وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي في مختلف المجالات العسكرية والمدنية. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة. وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، كما هنأهم بانتهاء فترة دراستهم وطلبهم بالحرص على الاستمرار في صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للارتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر، مشيرا إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الاطلاع المستمر والتسلح بالعلم والاستفادة من التطور العلمي المتلاحق في كافة المجالات. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات المختلفة لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي. وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلي الجيش الثاني الميداني يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن واستقراره والاستمرار في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف. وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفى للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما ناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها، بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني، مؤكداً أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي لحماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد الإجراءات المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات وناقش العناصر المشاركة في التفتيش في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة للتأكد من استيعابهم لمنظومة التطوير والتحديث التي تمكنهم من أداء المهام على أكمل وجه. عالم يموج بالصراعات تعصف بسلامته وأمنه، أصبحت فيه السماء مسرحا للعمليات. من يمتلكها يحظى بالتفوق والغلبة، فكانت حمايتها أساسا لفرض الهيمنة. مصر يحمي سماءها ومقدراتها رجال على أهبة الاستعداد للذود عن الوطن متى تطلب الأمر ذلك. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء. احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 يونيو 1970، والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي. وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمراً صحفياً وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة لتظل راية الوطن عالية خفاقة إلى أبد الدهر. صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز
للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة يوم 30 يونيو، والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد 53 لقوات الدفاع الجوي المصري، والذي يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولة، واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973. وكان لزاما علينا في هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز. كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابطين في كافة ربوع وحدود مصرنا الحبيبة. كونوا دائما على قدر المسؤولية، وعند حسن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل. كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداء لوطننا الحبيب. ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، إن قواتكم قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها. ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة. وأننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلما وحربا. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن تظل دوما قوات الدفاع الجوي جنودا أوفياء بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتنا العربية. حمى الله مصر شعبا عظيما وجيشا باسلا يحمي الإنجازات ويصون المقدسات. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء.